حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. على صفيح ساخن تتقلب أحداث البلد ولم ترى الهدوء خلال الأيام القليلة الماضية. حريق يلي حريق، حيث الحرائق تتعالى بين الفينة والأخرى بمختلف الأبنية والمؤسسات ولا سيما الحكومية منها، حيث وصلت الأيادي الخفية إلى مطار بغداد الدولي، وفق ما يفسر المراقبين أن هذه الحرائق فعل فاعل، إذ يعد المطار واجهة البلاد وأمنه الذي يفترض أن يحتوي على أعلى إجراءات السلامة والحفاظ على ممتلكات وأرواح المواطنين، لكن سرعان ما أصدرت أو صدرت الأوامر بحق المتنفذين في المطار بإعفائهم من مناصبهم وإجراء تحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى خيوط من دبر هذا الحادث الخطير الذي كاد يودي بحياة المواطنين. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي حدث هو مفاجئ عالميا في مباريات كرة القدم بأن تلغى مباراة ودية لم يتبقى على ساعة صفرها سوى القليل من الزمن، ورغم الجدال المثار حول الأسباب إلا أنها سحبت الفرحة من جماهير الكرة التي حجزت لها مقاعد في المدينة الرياضية، فضلا عن آخر أو أخر خلف شاشات التلفاز ومنصات التواصل المباشرة. ومحاولات إيجاد صيغة اتفاق مع المنتخب الكوستاريكي لم تجدي نفعا، فعاد إلى الكويت حيث معسكره التدريبي، وعاد العراق في مباراة ذاتية. أما اتحاده فقد توعد كوستاريكا بالملاحقة القانونية بعد إخلاله ببنود العقد. أشرنا جملة من الملاحظات في الأداء ومستوى الخدمة، الخدمة العلاجية والطبية والخدمية. المشروع الذي سيطلق تقريبا هو مشروع متكامل يتضمن أيضا توليد الطاقة الكهربائية، وسينهي مشكلة مياه الشرب بشكل جذري إن شاء الله. تم المصادقة على محاضر أضرار السيول والأمطار لمحافظة المثنى، تحقيق الجاري بشأن الضمانات الضريبية والجمركية، وهذا واحد من الملفات الكبرى في مجال نهب المال العام. التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والجمركية. حلينا مشكلة التمويل، متطلبات بطولة كأس الخليج العربي 25 بقرار من خلال الاقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة TBI مبلغ 33 مليون دولار. إذن مشاهدينا، اليوم البلاد تعيش أوضاع أمنية قلقة وغير مستقرة، فاستمرار الحرائق بدءا من مدينة النجف وثم الوزيرية والسليمانية وأعظمها مطار بغداد الذي يعتبر واجهة البلاد، لكن تعرضه للحريق مرتين خلال 3 أيام، هنا لا بد من التوقف عندها وإيضاح الأسباب، لا سيما أن التحقيقات مستمرة بخصوص هذه الأحداث والحرائق. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. مسلسل الحرائق لم ينتهي عند الأبنية والمحال التجارية فحسب، بل امتد ليصل إلى مطار بغداد الدولي الذي تصاعدت أعمدة الدخان فيه لمرتين متتابعتين خلال 72 ساعة فقط، إذ فسر المتابعون لأحداث البلد الساخنة خصوصا فيما يتعلق بالحرائق المتواترة والمتفرقة، وآخرها ما حدث اليوم وأمس في السليمانية، أن هذه الأحداث لا تخلو من أياد مفتعلة لهذا الإرباك ومن ورائها أهداف غير معلنة. المتتبع لحركة الحوادث بعد تولي السيد السوداني في البدء أعطيناها للقضاء والقدر أو للصدفة، لكن حينما تتكرر وخلال فترة زمنية قصيرة فأصبحت الشكوك وأصبح الاعتقاد بأن هناك جهات خفية متضررة لعل من تشكيل الحكومة الحالية هي من تقف خلف هذه الحوادث، خصوصا المطار. المطار هو واجهة البلد، يعني وأمن البلد يعتمد على الأمور الإعلامية، فإذا كانت حرائق متكررة بالمطار فهذا يعني أن الوضع في البلد وضع غير مستقر، وهذا ينعكس بالسلب على العلاقات الدولية العراقية. أما أسباب تكرار الحرائق مجهولة إلى الآن، وما يدار في ساحة المفسرين هو تكهنات وفق مؤشرات توضع أمامها علامات الاستفهام، في حين تعالت التحذيرات من تكرار الحادثة مرة أخرى في حال لم يتم السيطرة على أمن المطار والحفاظ عليه،
فعلى إثر الحرائق التي طالت المطار تم إصدار قرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء بإعفاء رئيس سلطة الطيران ومدير المطار من منصبيهما. يجب أن يكون التدقيق أكثر، يجب أن يحاسب من المقصر، لأن هذه سمعة العراق، مطار بغداد سمعة العراق، سمعة العراق الآن في حرائق أمس في السليمانية، قبلها في بغداد. نحن لا نريد هذا يتكرر، يجب أن تكون هنالك عقاب. لا نريد عقاب للعقاب، ولا ما نريد لكي نحفظ أرواح الناس. صالة استقبال المطار استقبلت دخان الحرائق بدلا من الوافدين دون وجود احتياطات السلامة أو إجراءات تقلل من انتشار الحريق إلى أماكن أخرى، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة، حيث يتابع السوداني الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالحوادث تلك للوقوف على أسبابها والكشف عن المفتعلات منها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية نرحب بضيوفنا الكرام مباشرة بصوت وصورة من بغداد، الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة. أهلا بكم سيادة اللواء، وكذلك الترحيب برئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري. أهلا بكم السيد واثق، والبداية معكم سيادة اللواء. أين وصلت التحقيقات الأولية بخصوص حادثي حريقي مطار بغداد الدولي؟ نعم، تحياتي لحضراتكم وللضيوف الكرام وإلى جمهورنا العزيز. يعني بالنسبة إلى التحقيقات التي أجريت لكشف ملابسات الحادث ولمعرفة أسباب هذا الحادث، الآن بانتظار نتائج المختبر الجنائي في مديرية الأدلة الجنائية اللي راح يكون إلى الفصل في تحديد أسباب هذا الحريق. لذلك الآن اللجان التحقيقية تجري أعمالها وبانتظار اكتمال التقارير النهائية لتقديمها إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة. طيب سيادة اللواء، ألا توجد أي مؤشرات عن أن الحريقين كانا بفعل فاعل نظرا لتقارب الوقت بينهما؟ يعني هو الحديث عن هكذا موضوع سابق لأوانه، لكون الأجهزة الأمنية يعني تنطلق برأي ثابت، هذا الرأي مبني على جملة من الإجراءات التحقيقية ومنها المختبرات الجنائية وأجهزتها اللي تعطي تقارير على شبه القطع التام. يعني هنالك عينات أخذت من محل الحادث، وفي هذه المختبرات راح يتم تحديد فيما إذا كانت هنالك مواد ساعدت على الاشتعال أو اشتعلت أو تسببت في هذا الحادث. لكن من المهم هنا نتكلم عن موضوع بغاية الأهمية، الحرائق مثل ما تعرف في بلدنا حرائق كثيرة جدا، يعني مو حوادث فردية، لا يكاد يوم أو يومين إذا ما نسمع عن حادث سواء في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المدنية أو المخازن والمحلات التجارية وغيرها. وهذا السبب أعتقد هو ضعف ثقافة التأمين والالتزام بقوانين الدفاع المدني وشروط السلامة والأمان. وحتى بالنسبة للمطار لم يكن هنالك منظومة استشعار أو منظومة إطفاء مركزي. نعم المنظومة هنالك يعني تأخر أو يعني عرقلة في العقد الموجود ما بين الشركة منذ عام 2013، لكن هنالك أجهزة استشعار هي المعروف عنها رخيصة التكاليف، بالإمكان أن تعطي إنذار مبكر عن أي حادث حريق يحصل. ولذلك نعتقد أن الموضوع اليوم يخص كل مؤسسات الدولة، هنالك ضعف في جانب الاهتمام في مواضيع وتعليمات مديرية الدفاع المدني. مديرية الدفاع المدني وكإجراء اعتيادي قامت بتفتيش المطار وكتبت عدة تقارير، نبهت المطار إلى سلطة الطيران إلى أنه عدم وجود المنظومة، ويعني هنالك العديد من الخلل ثبت في هذه المحاضر وأرسل إلى هذه المؤسسات. رحب بك مرة أخرى سيد واثق، هل لديكم سيد واثق أي مؤشرات عن الفارق البسيط بالزمن ما بين الحريق الأول والحريق الثاني الذي حصل في
صالة مطار بغداد الدولي. نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام وللضيف الكريم. طبعا هي إذا تحدثنا في البداية عن حجم الحرائق وعددها في العراق، طبعا هي تسجل أرقام كبيرة جدا ومخيفة أيضا بنفس الوقت. الأرقام سنويا بحدود 30 إلى 31 ألف حريق سنويا، وحسب ما مسجل في آخر إحصائيات آخر عامين، ولحد الآن وصلنا إلى بحدود 25 ألف، أكثر من 25 ألف حريق لحد اللحظة في هذا العام. وبالتالي الحرائق طبعا هي ربما تكون في بعضها هي مقصودة أو بيد فاعل، وبالنتيجة حدثت حرائق، يعني حتى هي رافقت العمليات الإرهابية وحدثت في أسواق وأماكن حساسة في الدولة العراقية، يعني حتى في أسواق الشورجة وجميلة، وشلت حاولت أن تشل اقتصاد العراق، واليوم تتوجه إلى مطار بغداد الدولي الذي هو يعتبر من واجهة البلد. وبهذا المطار طبعا يحظى بالدول عادة باهتمام خاص، يعني بطبيعة الموظفين، بطبيعة التعامل، بطبيعة الملابس الموجودة، الكاميرات، المستشعرات للحرائق. نعم. والتعامل يعني المفترض أن يكون يعني حتى في يعني في المطار كاميرات ترصد الصغيرة والكبيرة، وكل زوايا المطار مفترض أن تكون هي يعني أيضا كأدلة يمكن أن تنفع في التحقيقات. وبالتالي اليوم حديث سيد اللواء عن أنه هنالك عقود يعني من عام 2013 إلى اليوم. نعم. وعدم وجود مستشعرات، هذا يمكن أن نتحدث بها عن المؤسسات في القطاع الخاص التي هي ربما هنالك خلل بطبيعة القوانين أو العقوبات التي يعاقب بها من لا يلتزم بشروط السلامة العامة، وهي يعني غرامات بشكل بسيط جدا تصل إلى 250 ألف دينار يعني لشركات ومعامل وأسواق، وهذه لا يتناسب مع حجم الأضرار التي يمكن أن تؤدي بها، سواء كانت على مستوى المادي والبشري والأضرار التي يعني تنتج عنها أو ما يترتب عليها يعني بوضعية البلد يعني بصورة عامة. طيب، مثل ما ذكر سيادة اللواء أنه الكثير من الدوائر الحكومية وحتى الدوائر الغير حكومية الأهلية وشركات وغيرها تفتقر إلى منظومة إخماد حرائق أو مستشعرات، شنو السبب يعني مقابل هذا الكم الهائل من الحرائق؟ نعم، هو اولا يعني ذكر يعني مساله عدم وجود ثقافه السلامه العامه، شيء ثاني هي هنا يعني احنا نتحدث عن مسؤولين لا يعيرون اهميه لموقعهم الوظيفي وعدم اهتمامهم بكل تفاصيل العمل التي ممكن ان تؤدي الى اضرار كارثيه احيانا، ومنها الحرائق التي قلت انها يعني بارقام كبيره. و كل القضية الأخرى يعني لا توجد القوانين الرادعة، إضافة إلى ذلك يعني الاحتياطات الأخرى التي يعني أحيانا يعني حتى تحدث حرائق يعني في مؤسسات لا يوجد حتى سلم للنجاة أو سلم للطوارئ، هي هذه المشكلة الأخرى. وإلا اليوم وسائل الإطفاء والإنذار والإخبار عن الحرائق ومعالجة الحرائق يعني في الدول أصبحت هي ذاتية الاطفاء، يعني وجود مستشعرات ووجود يعني وسائل للاطفاء بشكل مباشر دون التدخل، قبل التدخل البشري او دون حاجه رجال الاطفاء والدفاع المدني. احنا نشوف الان يعني رجال الدفاع المدني يجيبون العراق من الشمال الى الجنوب، ويوميا حرائق وحرائق كبيره وهائله، احيانا تستمر الحرائق الى يوم او يومين في مؤسسات، احنا نسمع مؤسسات يوميه تحترق، نسمع اسواق، نسمع منازل شركات، وبالتالي كل هذه بحاجة إلى يعني وضع ضوابط صارمة ومشددة على إجراءات السلامة العامة، والمفترض أن تكون حتى يعني في القوانين في بناء المؤسسات، في بناء الأسواق، في بناء أي يعني أي بناية ممكن لا يتم يعني استحصال الموافقة دون موافقة الدفاع المدني وهذه الاشتراطات ومعالجة هذا الخلل الموجود هو في المؤسسة بصورة عامة. نعم، أعود لك سيادة اللواء، بالنسبة للدفاع المدني يعني شهدنا في الأيام الأخيرة بالحوادث الأخيرة انهيار بناية الكرادة، الحرائق بمختلف مناطق العاصمة وكذلك بعض المحافظات، كانت هناك جهود كبيرة مشهود لها قوات الدفاع المدني بإخمادها وإنقاذ الأرواح وعلى رأسهم اللواء كاظم بوهان، لكن الدفاع المدني في مطار بغداد الدولي هل كان على كامل الجهوزية للتعامل مع هكذا حادث في صالة المطار؟
نعم، هو الحقيقة يعني أغلب المؤسسات المدنية بها فرق ذاتية للأطفاء، ولا سيما المطارات. المطار فيه فرقة ذاتية، لكن مع انتشار الحريق اتطلب الأمر الاستعانة بفرق من مديرية الدفاع المدني، وفعلا وصلت في وقت قياسي أكثر من 15 فرقة متخصصة وأخرى فرق ساندة، وهكذا تم السيطرة على الحريق بالسرعة، يعني بسرعة، وتمكنوا من تأمين المكان وتبريد المكان في نفس الوقت. طيب سيادة اللواء، فعلا القوات أو الدفاع المدني اللي إجوا من خارج المطار واجهوا عراقيل بسبب التشيك الموجودة في بوابة المطار، وكان هناك تأخير بإدخالهم للمطار لإنقاذ الموقف؟ لا، هو وصلوا بالوقت المناسب، ويعني بالنسبة للأبواب، ويعني هنالك قوانين في تستخدمها الدفاع المدني بكسر الأبواب وبغية الوصول إلى النيران وأطفائها، وهذا أمر يعني بروتوكول معمول في كل دول العالم أن الأطفاء يستخدم كثير من الوسائل من ضمنها كسر الأبواب وفتح المناطق اللي يعني تؤدي كما مرات إلى الأماكن النيران. طيب، كنت تتحدث سيادة اللواء عن منظومة إخماد الحريق في المطار، يعني كيف كمؤسسة أو لمؤسسة بهذه الأهمية وهذا الحجم منظومتها لمكافحة الحرائق معطلة؟ يعني هو الموضوع هذا يخص يعني هيئة أو سلطة الطيران المدني، ويقال أن هنالك حصل عرقلة في تنفيذ هذا العقد منذ عام 2013، هنالك عقد ولم يكتمل بشكل يعني 100%، كانت نسبة الإنجاز ما يقارب 70%، وهكذا يعني منذ ذلك الوقت ولحد الآن لا توجد منظومة إطفاء ذاتي كما هو معمول به في أكثر المؤسسات المهمة اليوم بالعالم. أعود لك سيد واثق، ليش أكو منظومات حرائق يعني بالعديد من مؤسسات الدولة معطلة رغم أنه صرفت الملايين وأموال طائلة على نصب هذه المنظومات، لكنها تعطل فيما بعد أو يحصل بها مثلا تلكب عملها وغيرها، كما حصل يمكن سابقا إحدى المستشفيات اللي صارت بها كارثة حريقة وذهبت العديد من الأرواح. يعني هو أولا عدم مبالاة المسؤولين يعني بمسألة الدفاع المدني ومنظومات الحرائق واحتياطات السلامة العامة، وبالتالي هذا ينعكس أيضا على عمل يعني بقية يعني سواء كانوا عاملين يعني في مجال يعني في المجالات الهندسية يعني في المؤسسات الحكومية، يعني مثلا طبيعة الربط الكهربائي و طبيعة الأعمال الهندسية بالإضافة إلى الاستخدامات الشخصية، يعني كاستخدامات الهيترات وما شابه ذلك، وترك الإضاءة مفتوحة يعني بعد الدوام، لا توجد ثقافة أو تعليمات يعني مشددة داخل المؤسسات. الشيء الثاني، المؤسسات الحكومية عادة ما يعني بالذات التي تعمل يعني مثل المستشفيات التي تعمل على مدار الساعة، والمؤسسات الأخرى التي تعمل فقط يعني صباحا أو تحدد خفراء للدفاع المدني، وهؤلاء الخفراء طبعا عادة أو من ينسبون إلى الدفاع المدني هم أما غير مختصين، وإذا كانوا مختصين فهم غير متدربين بشكل جيد، لذلك لا يستطيعون القيام بالإجراءات الاحترازية أو الإجراءات ممكن مكافحة الحرائق، أو لا توجد إجراءات وقائية أيضا. النقطة الثالثة، يعني في كثير من المؤسسات لا توجد صيانة دورية بالنسبة لمطافئ الحريق وآليات السلامة العامة وطبيعة التعاطي والتعامل مع المستحدثات العصرية بالنسبة للصناعات ومكافحة الحرائق، لذلك يعني أعتقد هو أحيانا عقلية كثير من مسؤولين الدولة العراقية يفكر بعقلية المقاولة، يفكر كيف ينتفع من المؤسسة أكثر مما هو ينفع المؤسسة، ويأخذ احتياطات لكل الجوانب التي ممكن هي يعني ومنها السلامة العامة بالنسبة ل أمن المؤسسة والحفاظ عليها. يعني إحنا نلاحظ يعني حتى وهذه ما يتعلق فقط بالمؤسسة، يتعلق حتى
بوزارة الكهرباء مثلا، هي طبيعة الربط بالمؤسسات والأحمال والكهرباء وطبيعة الصعود ونزول الكهرباء، وهذه تؤدي أحيانا إلى حدوث نوع من الشرارات الكهربائية التي تؤدي إلى الحرائق. طيب، تتفق مع إجراءات رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني بإعفاء مدير سلطة الطيران المدني وكذلك مدير المطار من منصبيهما باعتبارهما المسؤولان المباشران عن مطار بغداد الدولي، وأي حادث وأي تقصير في منظومة الحريق أو أي إجراءات سلامة أخرى؟ نعم، يعني هو طبعا إعفاء المسؤولين، وليس فقط المفترض لا نكتفي بالإعفاء وإلا ما يعني يعاقب المسؤول، يعني باعتباره هو مسؤول مباشر وهو يتحمل المسؤولية كاملة. أنا يعني لاحظت يعني صور يعني مسؤول في المطار هو في ملابس اعتيادية يعني لا تليق يعني وتتناسب يعني طبيعة العمل، يعني المطار باعتباره واجهة للدولة، ونحن يعني سافرنا إلى دول طبيعة التعامل وطبيعة الملابس والزي والالتزام والنظافة والاحتياطات السلامة العامة وكل الاحتياطات الأخرى باعتبار هذا واجهة بلد، ويمثل يعني حتى طبيعة الحديث يعني مع الناس والتعامل وكذا. هذه إشكاليات مشكلة لدينا في طبيعة المطارات. القضية الأخرى هي يعني المفترض يعني التحقيقات، يعني إذا كان هنالك تقصير أو يعني العقود المتأخرة يحاسب من هي الجهات التي عطلت هذه العقود أو حاولت ابتزاز الشركات أو يعني أو لا تبالي يعني بطبيعة مجريات أو أخذ احتياطات السلام العامة. الدول تقدم أحيانا للوقاية بحدود 99% أكثر مما تفكر ب 1% للعلاج. بالمفترض الإجراءات هذه إجراءات السلام العامة وإجراءات يعني منع الحرائق هي تحظى باهتمام كبير، لكن كما يبدو أنه في آخر أولويات بعض المسؤولين. طيب سيادة اللواء، الدفاع المدني وزارة الداخلية طالما كان لديكم جولات على مؤسسات الدولة وكذلك المؤسسات الأهلية لمتابعة إجراءات السلامة وجولات تفتيشية، لكن أكو عقوبات للمؤسسة أو المسؤول الغير ملتزمين بإجراءات السلامة؟ يعني هو هنالك نية بالشروع بتعديل قانون الدفاع المدني يعني تضمين عقوبات بحق المؤسسات أو الأفراد اللي يتماهلون في تعليمات وإجراءات السلامة، وهذا الموضوع يعني منذ فترة، ويعني الجهات القانونية كتبت اقتراحاتها والآن هو في طور التعديل. الدفاع المدني تكاد تكون أغلب المؤسسات والمؤسسات الحكومية أو المدنية يزورها الدفاع المدني ويقدم تقاريره وكشوفاته إلى تلك الجهات. تكاد تكون يعني أغلب اليوم المؤسسات الحكومية فيها زيارات منتظمة من قبل الدفاع المدني ويقدم تقاريره عن مدى الالتزام في هذه الإجراءات. طيب، مباشرة ما بعد الحريق الثاني توجه رئيس مجلس الوزراء وبصحبته معالي السيد وزير الداخلية إلى مطار بغداد للوقوف على الحادث. رئيس الوزراء أصدر عدد من القرارات، منها إعفاء مدير سلطة الطيران ومدير مطار بغداد. بالنسبة للسيد معالي وزير الداخلية، كان عنده أي قرارات بهذا الخصوص للدفاع المدني مثلا، أو تأمين فريق من الدفاع المدني لهكذا مؤسسة يكون موجود ومقر ثابت في المطار؟ لا، هو الحقيقة السيد وزير الداخلية ومنذ بداية الإخبار بحصول الحريق كان متابع أول بأول، وزار المكان رفقة السيد رئيس الوزراء واهتم كثيرا في هذه القضية أو كل قضية اليوم تباشر فيها وزارة الداخلية إلى تحرك ميداني وجولات مستمرة ويعني حركة دؤوبة في كل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية. لذلك دعم هذه المديرية من أولويات عمل السيد وزير الداخلية، واجتمع مرات عديدة بالمسؤولين ويعني أوعد بأنه سيكون هنالك دعم كبير من قبل الحكومة إلى جهود
الدفاع المدني هذه المديرية بضباطها وكادرها ساهمت كثيرا في يعني إنهاء الكثير من الكوارث اللي حصلت، وساهمت بوصولها السريع ودخولها بشكل يعني ينم عن معنويات عالية وغيرة عالية، ومن خلال هذا الموضوع دفعة وقدموا تضحيات كبيرة بهذا المجال، كان آخرها يعني إصابة مدير الدفاع المدني ومجموعة ضباط بانهيار أحد المباني. الشكر الجزيل لكم الناطق باسم وزارة الداخلية سيادة اللواء خالد المحنة، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. وكذلك الشكر لكم رئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم سيد واثق. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، أثار تصرف المنتخب الكوستاريكي ردود أفعال غاضبة ومستغربة من الشارع الرياضي، فرغم كم التسهيلات والتحضيرات اللوجستية التي قدمها العراق لضيفه إلا أنه أخل بالاتفاق وبمبادئ الروح الرياضية، وهو ما جعلهم يطالبون بالملاحقة القانونية والشرط الجزائي المترتب. نطالع هذا الملف بعد متابعة استطلاع الزميل علي حبيب. هذا التخبط وحرمان الجماهير العراقية من هذه المباراة بعد أن دفعت التذاكر، وما شاهدناه من أنه اشتراط المنتخب الكوستاريكي بعدم رفضه للتأشيرة العراقية، يعني هذا متناقضات يعني رئيسية. الرياضة يجب أن تكون رياضة تسودها المحبة والألفة والتسامح. أخي، اليوم الاتحاد كرة القدم مع احتراماتي له ضعيف كله، يعني جدا ضعيف، لأن يوم مثل البارحة يعني صارت نقطة عليه، المفروض هسه يرفع عليه عتبات قانونية، يعني فريق باعتبار فريق يمثل دولة، ليش يشهد ضعف هذا داخل الكرة العراقية؟ هاي وحدة من الآلاف. من المستغرب أنه يكون اتحاد الكرة بهذه يعني الوضعية البائسة، للأسف الشديد أقولها، يا اتحاد كرة القدم العراقي اللي إلى الإنجازات العظيمة في قطاع الرياضة لدى الفيفا وبقية الاتحادات العربية والدولية الأخرى، أنه يدفع تكاليف إقامة يعني التدريب معسكر تدريبي في الكويت. لماذا يتحمل اتحاد الكرة العراقي؟ لماذا يتحمل؟ اليوم مطالب اتحاد الكرة ووزارة الشباب أن تقيم دعوة لدى الفيفا وبقية المحاكم، المحكمة الدولية، من أجل إعادة هذه المبالغ إلى يعني خزينة الدولة، لأنه من غير مبرر أن تقام معسكر تدريبي على حساب اتحاد الكرة العراقي، وبالتالي الاتحاد الكوستاريكي يخذل العراق وشعب العراق وجمهور العراق والاتحاد العراقي بعدم المجيء إلى محافظة البصرة. هذه إدانة وإساءة لسمعة العراق وشعب العراق. المفروض يحاسب المنتخب الكوستاريكي، لأن شنو يعني صرفيات كبيرة ودعايات كبيرة من هذه اللعبة. أنا أعتقد المفروض الاتحاد الوطني الاتحاد الكرة أن يقيم دعوة على المنتخب، وكذلك دعوة على بطولة الأمم المتحدة للألعاب، من أجل عدم تكرار مثل هكذا موضوع. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، وبداية الحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام. رئيس تحرير صحيفة الرياضة والشباب السيد جعفر العلوتي ينضمنا مباشرة بالصوت والصورة. أهلا بكم سيد جعفر، وكذلك الترحيب المنسق العام لاتحاد كرة القدم العراقي في السعودية السيد محمد إبراهيم ينضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم أستاذ محمد، ونبدأ معكم سيد جعفر. بداية، شنو اللي صار بهذه المباراة؟ هل هناك فعلا تقصير تنظيمي من قبل العراق لهذا الموضوع مبيت؟ تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي قناة الأيام. موضوع كوستاريكا أعتقد الصورة توضحت بشكل تام أمام الشارع الرياضي وأمام الإعلام من خلال الجهل الإداري والجهل القانوني الذي يصيب اتحاد الكرة العراقي. تعرف أنه كل اتفاقيات في إقامة المباريات الدولية يكون هناك اتفاق تضع فيها الشروط تضمن حقك في كل الأحوال،
لأن للأسف أنه هناك كانت شروط مفروضة على الاتحاد العراقي ووافق عليها، خاصة شرط عدم ختم الجوازات. لذا تجد أنه هذه الثغرة هي التي سمحت للوفد الكوستاريكي أن ينسحب باعتبار أنه رفض تقديم جوازاته للختم. طيب. للأسف الأمور يعني لم تصب في مصلحة العراق، ولم يكن هناك في اتحاد الكرة من درس الموضوع جيدا قبل توقيع الاتفاق. طيب، رحب مرة أخرى بكم أستاذ محمد. قد صرفنا بداية أستاذ محمد على هذه المباراة التي لم تجرى، وشنو مصير الفلوس المدفوعة؟ مساء الخير عليكم وأسلم على الأستاذ جعفر. ليلة ثانية نشوفك الحمد لله. الله يسلمك. أول مرة بالنسبة لمباراة كوستاريكا، يعني قلت لك أنه هو ترى ما في خطأ أنك تجيب فريق وتقول له والله أنا ما أختم لك بالجواز. الأمر عادي، لأن تعرف خاصة دول اللي عندهم محترفين بدول أوروبا وأمريكا. نعم. الختم العراقي ممكن يأخر إجراءاتهم دخول مباراة ثانية، وإحنا صارت حتى مع اللاعب العراقي جيسن مرام نفسه ما أجى للعراق بسبب إيران، تتذكر بسبب الختم. يعني يصير عندهم تأخير، فهذا الأمر ترى جدا طبيعي والدول تتقبله، أنك أنت تجيب الوفد إذا كان كرة قدم أو وفد مثل دول معينة يقول لك ما أريد تختم لي، ولكن إجباري لازم يعطوا الجواز، يدخلوا طيب المعلومات ويختم مرة الجواز. طيب، أفهم من كلامك أنه فعلا، إذا تسمح لي سيد محمد، فعلا أنه الاتفاق بالعقد أنه كان منتخب كوستاريكا والكادر اللي ويا الفني أنه بدون ختم الجواز يدخلون للعراق، ومن هو عند الصلاحية حتى يتفق مع كوستاريكا بإدخال منتخبها بدون ختم للجواز؟ على فكرة الأمر جدا طبيعي. إحنا شوي حتى العراق بالغ، يعني ردود الفعل بالغة وكثير. يعني إيش المشكلة إنك ما يعني ترى وفود كثيرة. إحنا بالنسبة لنا مستغربين الآن، إحنا قلت لك الزوار اللي كانوا يجوا أول اللي ما عندهم موافقات من دولهم كانوا يختمون على المنافس. كوستاريكا أساءوا للعراق لأنهم رفضوا يعطوا الجوازات، ولكن بالحقيقة جدا عادي. وعلى فكرة ترى الآن بعض الدول، الآن أنا بدول الخليج من أطلع مثلا جواز عراقي من أروح البحرين يدخل المعلومات، ما مش دائما يختم لي، مرات يعطيني الجواز مرات يختم. يعني صار الختم مش ضرورة، ولكن الاحترام يكون أنك تعطي الجواز بعدين. طيب. أنا يعني اسمح لي، يعني لا تزعل مني، هو إحنا جماعتنا ركزوا بهاي النقطة. هذه النقطة العراق أرسل إيميل موجودة بالاتفاق جدا طبيعية، لأن دول أوروبا وأمريكا في حقيقة الجواز اللي مختوم عراقي، يعني أنت جوازك عراقي تقدم فيزا أهون من يكون جوازك غير عراقي في ختم عراقي، وكلهم يعرفون. طيب. يعني إذن أفهم من كلامك سيد محمد، بس وضح لي هاي النقطة، الاتفاق كان مضمن به أنه بدون ختم الجواز الكوستاريكي؟ بس هو ما يعني حتى لو مضمن بإيميل، هو أنا حسب المعلومات اللي عندي ما مكتوب بالعقد، ولكن أرسل إيميل. لا. أنا أقول لك حتى لو مضمن العقد، هو ما قال لهم أنه أنا والله ما راح أمسك جوازاتكم. الخطأ أنتوا لازم تفرقوا بين أنه قال لهم ما راح نختم، بين قال لهم والله حنفتح لكم نسوي لكم الباب مفتوح وتجون بدون ما تعطونا جوازات. هنا لا، بس خليني أكمل لك لحظة بعدين. أنا يعني سؤالي للإعلاميين كلهم، احنا ليش نزعل من هذا الموضوع عشان قلنا لهم بدون ختم؟ هم اساءوا. خلي اركز بس انا اضبط معلومه ثواني. ولكن احنا بالزياره الاربعينيه ما ادري كم 100,000 ايراني دخل، ما احترمنا ولا احترم كل شيء، وضربوا الباب ودخل ما زعلتوا. الان لان احنا قلنا تعالوا فوتوا ولكن تعطونا جواز بس ما نختم، شنو المشكله؟ الجمهور استاذ محمد، الجمهور ما زعلان على هذا الموضوع. الجمهور حاليا زعلان لانه عدنان درجال رئيس الاتحاد واسعد العيداني محافظ البصره راحوا بوفد للكويت حتى يدخلون ويعيدون منتخب كوستاريكا للعراق وبدون ختم الجواز وطياره خاصه، وايضا كوستاريكا او المنتخب الكوستاريكي رفض واصر على عدم اجراء هذه المباراه. اتفق معك هذه. طيب. انا البارحه قلت لك احنا الاساءه الاكبر اللي جتنا اذا ضيب نقول في احد اساء، اسان رجالنا اساءوا لنا من راحوا الكويت، ما كان المفروض يروحون. لان اول بس انا قلت يعني انا لازم احنا نكون دقيقين بالكلام، انك انت تقول لهم تعالوا نشوف جوازاتكم وما نختم تمشي، ما نفست اختمه ودخلهم. طيب. ولكن انك بعد ما رفضوا يعطوك الجوازات تروح انت للكويت تريد تجيبهم، هنا الخطا علينا مش عليهم. هم اساءوا لنا واحنا اسانا نفسنا، هذه الحقيقه اللي المفروض نتكلم بها. اما مساله الختم ومن قال ومن
هذه المسألة يعني جدا طبيعية بدول العالم الآن، للدول اللي عندها مشاكل مع أوروبا وأمريكا. ولكن أنه أنا أتفق معك كليا الخطأ أنه الأستاذ أسعد العيدان وعدنان درجال يرجعوا يريدوا يجيبوهم. هنا إحنا سألنا نفسنا، هم أساؤوا لنا وإحنا زدنا الإساءة أنه أسألنا نفسنا. طيب بالنسبة للفلوس المدفوعة أستاذ جعفر، أرجع لك مرة ثانية، الفلوس المدفوعة إيش قد كان قيمتها؟ أو المدفوعة والمصروفة مبلغ كلش قد، وشنو مصيره؟ ممكن أنه يرجعنها الفلوس لو راحن؟ والله أستاذ أنه الموضوع المصارف وتحمل الاتحاد الكرة المعسكر التدريبي وتذاكر السفر طبعا هي تجاوزت الـ 500 ألف دولار. ما أعرف يعني أستاذ محمد ليش يبسط الأمور محمد إبراهيم، يعني أنا مستغرب من حديثك، يعني انه الاتحاد الكوستاريكي انا اعتبره نصب او عمليه نصب واحتيال كبيره على عملها على اتحاد الكره العراقي، وبعدين انه الجهل الاداري والقانوني كان حاضر في هذا الاتفاق باعتبار ان العراق لم يضمن حقوقه في هذا الاتفاق. فاحنا ليش نبسط الامور يا استاذ محمد؟ الامور خطا كبير ارتكبه الاتحاد العراقي، والخطا الاكبر اللي ارتكبه ايضا الذهاب الى الكويت راح يستجدي ويتوسل، وهذا مو من طبيعة العراقي. طيب إذا كان هو واثق من أموره في العقد، كان المفروض أنه يترك الفريق الكوستاريكي يذهب والأمور تأخذ طريقة. شلون يترك الفريق يذهب؟ إذا كان بالعقد ضامن حقوقه، إذا كان ضامن حقوقه بالعقد خلي يترك الفريق الكوستاريكي. نفس كلامه احنا سألنا نفسنا، احنا المفروض ما كان نروح لهم الكويت. طيب هم طيب والدليل هذا دليل انه دليل استاذ محمد ارجع لك بعد قليل، لكن سيد جعفر العقد انت مطلع عليه فعلا العراق ضامن حقه يقدر يشتكي بمحكمه الفيفا مثلا ويسترجع هاي الاموال؟ هو اسمح لي انه الفيفا ما اعتقد انه يستقبل مثل هكذا شكاوي، لكن المصيبه انه لو العراق ضامن حقه بهذا الاتفاق كان ما ذهب الى الكويت واخذ وياه وفد رسمي وراح يقنع الفريق الكوستاريكي، لكن الظاهر انه العراق لم يضمن حقوقه في هذا الاتفاق فاراد ان يقنع الفريق الكوستاريكي للرجوع. هاي نقطه مهمه سيد جعفر، ليش المنتخب الكوستاريكي مصر على عدم القدوم الى العراق واجراء وخوض هذه المباراه اللي هي وديه، وحتى راح الوفد والسيد رئيس الاتحاد ومحافظ البصره ومع ذلك اصر المنتخب الكوستاريكي على عدم القدوم الى العراق؟ ربما انه يعني انا اتوقع انه عنده هواجس امنيه في هذا الموضوع، وايضا انه الطريقه او حضوره الى يعني الساعه الواحده فجرا وكانت الاجواء ممطره والاجواء كلش يعني تعبانه، الظاهر انه كان موقفه او تاخيره في منفذ العبدلي ساعتين ونص في الكويت، وتأخيره أيضا في منفذ صفوان أدى إلى أنه هناك يكون يعني عدم تقبل للحضور إلى البصرة والرجوع إلى الكويت. هذا طبعا عذر غير يعني غير مبرر، لكن إحنا النقطة المهمة أستاذ أنه إحنا ما ضمننا حقوقنا في الاتفاق. لو أكو هناك خاصة أنه بيان اتحاد الكرة كانت بيان مبهم لم يتطرق إلى التفاصيل الكاملة، الظاهر أنه الاتحاد أعتقد خضع للأمر الواقع وترك الموضوع للأسف أنه هدر بالمال العام واضح. طيب أستاذ محمد، كوستاريكا تضحك على الاتحاد العراقي في عملية نصب واحتيال، هل بسبب قلة خبرة الاتحاد العراقي بإجراء العقود كما يرى سيد جعفر؟ شوف هو الان انا اتفق معاك ومع الجمهور اللي يقول انه نصبوا علينا، يعني هي كلمه يعني صعبه بس خلينا نقولها هي الحقيقه. ولكن العراق الان المفروض الاتحاد العراقي، وكان المفروض البارحه يطلع مؤتمر الكابتن عدنان درجال، ممكن يريد يرتب الامور اكثر انه يكون شفاف جدا مع الجماهير والاعلام الرياضي العراقي. يقول اول شيء هل هو اعطى المبلغ كامل 100%؟ لأن احنا متأكدين انه طلع انه انطى كامل، الآن يقول لك لا مش كامل. فالآن الاتحاد العراقي، انا سابقا قلت والآن اعيدها، انه احنا اتحادنا يحتاج دائما يكون صريح مع الشارع بهذه القضايا اللي تسبب تضاد بالإعلام وبالشارع الرياضي، ويصير يعني جهتين واحد يكذب الثاني.
المفروض الآن الاتحاد العراقي بكل هدوء يطلع ويتكلم الحقيقة كاملة، هل هو سدد كامل؟ هل في شرط جزائي؟ طيب اليوم سربوا خبر أنه راح يرفعون ويطالبون بالشرط الجزائي. نعم. ليش سدد 100%؟ ومن اللي نصحها يسدد 100% من المبالغ كاملة؟ هذه كلها عشان يقضي على الصائر هاي اليومين البارحة واليوم. المفروض بالاتحاد لا يطول أكثر، يعني كل ما يتأخر أنه يطلع للإعلام ويتكلم باللي حدث فعلياً إيش اللي حصل، هو راح يسبب إشكال أكبر بالشارع الرياضي، وراح يصير سبب بالتضاد اللي صاير بين الإعلاميين إذا بالبرامج وإذا على السوشيال ميديا وحتى على المستوى الرسمي طبعاً. ليش؟ إن هذه يعني الفقرة الناس كلها غامضة. يعني اليوم أنا سمعت يقولك في شخص ثالث، أنا معلوماتي اللي متأكد من أنه ما في شخص ثالث. ريكاردو ليش يتكلم معه أكثر من شخص؟ أنا هنا مستغرب، رغم أنه أنا عندي معلومة مؤكدة أنه كان مباشر مع الكابتن عدنان درجال وأنه العقد تم وكتب وتوقع من الجهتين. هذا كله يحتاج الآن الاتحاد العراقي بكل شجاعة وما ناقصة. يعني هو كان يريد يسوي شوف أنا أتفق والبارحة قلتها أنه المباراة كوستاريكا كفريق لعب كأس العالم تجيبه يلعب ببلدك قبل كأس العالم بأربع أيام فكانت جدا مناسبة، حتى لو دفعنا المبلغ لأن احنا قلنا حنطلعه من الإعلام ومن الجمهور فما في مشكلة، ولكن إدارة العقد وإدارة إقامة المباراة كان فيها خلل كبير. أتفق مع الشارع وأتفق مع أخوي أستاذ جعفر، ولكن أنه أنا ما أحلي حاجة بس في أنا قلت لك هي النقطة. أنا أرجع أقول لك احنا اللوم اللي رجعوا للكويت وبنفس الوقت نقول ليش كوستاريكا رفضوا، احنا لازم نكون يعني ما نقول ليش رفضوا. أنا أقول لك فنياً ما المفروض يرجع، يعني أنا 100% كنت واثق إنه ما يرجعوا، لأن ماكو مدرب بعد أربع مباريات كأس العالم ساحب فريقه خمس ساعات ومرجع بالباص وتريد ترجع بطيارة ويلعب نفس اليوم مرة خمس ساعات، مستحيل يعني أكو كادر فني يقبل هاي اللغوة، خاصة مع كأس العالم، أنت ما جاي تلعب مباراة ببطولة عادية، فمع احترامي للكل يعني ما أريد أصير أحسن من الفنيين، ولكن باللي تعلمنا بالمشاركات اللي صار لي اكثر من 21 سنه ماكو كادر فني يقبل اللي حصل. يعني عدنان لو مودي لهم طياره الباب الفندق الكادر الفني راح يرفض. فانا ما اعرف شلون اقنعوا نفسهم بعد ما اساءوا لنا كعراقيين وبعد اساءت كوستاريكا انه تروحون عليهم، شلون اقنعتوا نفسكم فنيا؟ يا اخي انسى انك اساءت لي، شلون تقتنع يجيبوهم مره ثانيه؟ شنو هم يعني ما نايمين وباص مستحيل. طيب. اكو كادر فني وافق. سيد جعفر، ليش دائما توضع العراقيل امام الرياضه العراقيه؟ والله هذا الموضوع يعود الى القيادات الرياضيه، يعني القائد الرياضي الناجح اعتقد حتى الكادر ماله يكون اختياره هو اختياره، لكن للاسف هناك اختيارات خاطئه، ايضا هناك تصرفات من قبل القيادات الرياضيه لا تعمل بصوره صحيحه وضمن القوانين النافذه. لا. فتجد انه العمل الانفرادي يولد هذه المعوقات والعراقيل. يعني انا اعرف انه حسب كلام نائب رئيس الاتحاد السيد علي جبار يوم امس يقول احنا اليوم اطلعنا على العقد، يعني ما كانوا يعرفون بالعقد والاتفاق. يعني هاي طامه كبرى انه انت هيئه اداريه ما تعرف بعملك وما تعرف بتصرفاتك وتروح يعني منفردا تتعاقد وتتفق بدون علم إدارة الاتحاد. هنا هذا يولد أخطاء كبيرة. ربما لو رجع للإدارة مالته وكان هناك نقاش كانت هناك آراء طرح الآراء يصل إلى نتيجة طيبة. للأسف القرار الفردي يولد هذه المشاكل والمعوقات. لكن نتمنى أنه هذا الخطأ، وقبله كان خطأ مباراة الإمارات أيضا كان خطأ جسيم ارتكب اتحاد الكرة، هذه الأخطاء يجب أن لا تترك او وبدون متابعه ومحاسبه من الجهات. هناك قراءه بان هذه الاخطاء المتراكمه سوف تؤثر على الرياضه العراقيه والكره العراقيه بشكل كبير، لكن معطيات ما جرى يوم امس مقابلها نتوقع نقل بطوله خليجي 25 خارج العراق؟ ما اتوقع هذا الـ يعني الموضوع، انه تعرف الضمانات اللي اعطاها العراق لدول الخليج وايضا دول الخليج اللي وافقت يعني بصورة تامة جميعا على إقامة البطولة. لا. ما أتوقع أنه تنقل بطولة الخليج أو هناك معوق في عدم إقامتها، لا أعتقد هذا لا يؤثر، لكن كسمعة
دولية أعتقد أصابت العراق من خلال الموقف الكوستاريكي، وأيضا أنه على اتحاد الكرة أن يصحح ويوضح الصورة الحقيقية، حتى الإعلام ليش يبقى يكتب وينتقد بصورة غامضة؟ يعني إحنا حصلنا على معلومات بطرقنا الخاصة، يعني لولا هذه المعلومات ما كانت الأمور توضحت من قبل اتحاد الكرة وكان هروبها إلى الأمام. للأسف نتمنى على اتحاد الكرة أن يكون واضح وصريح جدا، وإذا لم يستطع في إكمال مشواره أتمنى عليه أن يقدم استقالته وينهي الموضوع، لأنه ارتكب أخطاء كثيرة وأدى إلى انهيار الكرة العراقية بشكل كبير خلال ترأس هذه الإدارة للاتحاد الحالي. طيب، بعد الحديث عن الخلل بالإجراءات التنظيمية مثلا الاتحاد العراقي ووزارة الشباب والرياضة بشكل عام، وكذلك حديث عن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر لا يساعد على استقبال هكذا بطولات، كوستاريكا قبل ساعات منتخبها انسحب من المباراة الودية، ما تتوقع بالمقابل أيضا دول خليجية راح تنسحب أو تتراجع عن استعدادها لخوض مباراة خليجي 25 بالعراق؟ يعني أنا لا، هذا الموضوع أنا أعتبره بعيد جدا. اثنين، وزير الشباب والرياضة الأستاذ أحمد المبرقع، يعني الرجل البارحة صدر بيان بهذا الخصوص ووضح الصورة وطلب من اتحاد الكرة المحافظة على المال الرياضي. أعتقد الوزارة ساعية، يعني حسب معلوماتي أنه سيكون لها دور كبير في هذه القضية ومعرفة الحقيقة كاملة. الأمور شوف، إحنا للأسف هناك إعلام مضاد، هناك أماكن إعلامية تعمل على تشويه الصورة في العراق رغم كل الهدوء والأمن والاستقرار، لأن للأسف لا زالت الماكنة الإعلامية المضادة تعمل ما تعمل. هذه الماكنة الإعلامية تحديدا باختصار سيد جعفر ما راح تستغل حادثة كوستاريكا؟ طبعا هي استغلته، مو ما استغلته، لكن العمل الميداني والعمل الواقعي ونقل الصورة الحقيقية من قبل إعلامنا أعتقد سيكون خير رد على هذا الإعلام. الشكر جزيل لكم رئيس تحرير صحيفة الرياضة والشباب سيد جعفر العلوتي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر لكم المنسق العام لاتحاد كرة القدم العراقي في السعودية السيد محمد إبراهيم، شكرا لكم أستاذ محمد. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.